نبدأ أخبارنا من منتخبنا الأول، واللي يختتم تدريباته اليوم استعدادا لودية جنوب السودان غدا ضمن فترة التوقف الدولي الحالية، ويخوض المنتخب مباراته الودية على استاد القاهرة. طبعا المعسكر الحالي شهد وجود أربع أسماء جديدة ضمها روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول، طبعا وهم ثلاثي طبعا فيوتشر غنام محمد ومحمد رضا بوبو اللي بيقدم عروض طيبة جدا في الدوري، ومحمود مرعي وأحمد رمضان بيكهام لاعب سيراميكا كليوباترا. روي فيتوريا المدير الفني لمنتخبنا عمل شوية تعديلات على تشكيل منتخب مصر في وديته اللي جاية إن شاء الله أمام جنوب السودان. كان اعتقد الهدف منها ودي يعني طبعا ان هو يحصل على خدمات لعيبه جديده وفرصه جديده للعيبه واكتشاف اكتر من كم لاعب في اكتر من كم مكان. يمكن محمد صبحي حارس مرمى الزمالك اقترب من حراسه مرمى المنتخب في المباراه اللي جايه ان شاء الله، مع امكانيه الدفع بمحمد ابو جبل في الشوط الثاني، وكان فيتوريا قرر استبعاد ست لاعبين للراحه على رأسهم محمد صلاح والشناوي وعمر مرموش ومصطفى محمد وحمدي فتحي ومحمد عبد الملك. يعني أكيد ما فيش شك أن منتخبنا الوطني قدم مباراة يعني ممتازة خارج أرضه، وفاز بهدفين مقابل هدف، وأكيد ودية السودان دي مهمة جدا أن روي فيتوريا يبقى عنده ركائز أساسية جدا لفريقه.